السلام عليكم ومرحبا بكم في الملخص اليومي ديال برنامجكم اللي عارفينه هو برنامج إنيغما التحدي. المسفويين غادروا إنيغما وعلى بنت كانوا غادي يقصوا المراكشيين. هاد الضريفين ديال هاد البرنامج كان عندهم قلب مفتوح، كانوا تساعدوا الغير، كانت عندهم واحد الروح رياضيه وكانوا ديما ضحكين. كانوا هما المرشحين للفوز بالكنز، والكنز راه ربحوه، ولكن عرفتوا شنو هو الكنز ديالهم؟ هي العلاقه اللي تجمع بعضياتهم. نشوفوا هاد المسفويين. بسام ونوفل غتغادروا برنامج إنيغما التحدي، عندكم دقيقة تسلموا على أصحابكم وتدخلوا في حالكم الأسفل. كتابة براسي على قبيلتنا أحسن حاجة. كوكان كنا نطلعوا حنا في معشي فور الآخر المراكشيين كانوا غادي يتعطلوا، المكتاب كتيما المكتاب وصافي، المكتبة المراكشيين ماشي مشكل. الله سبحانه وتعالى لا حيد لك شي حاجة تعطيك حوايج. ما عرفنا الخير فين كاين، ما عندناش اشرف والله ما عندنا. راه هذه المسابقه عرفتي شنو تيديروا لينا؟ ما تيعطوناش الفلوس ياك، وخصنا نمشيو من مدينه لمدينه باوتو ستوب ولا نطلبوا شي واحد يوصلنا ولا شنو. واخر مرحله دابا تقريبا هي هذه، الا ما وصلناش غنتقساو وما عندناش الفلوس، فهمتي؟ يلا عندنا داكشي اللي غنكملوا لك به انت دابا هذيك 90 درهم، فهمتي؟ جبناها بعدا كنت عرفتي مع الساتيم سالا لينا الفلوس مع الجنان. هاكا بقينا الغدا ما عندنا ما ندير. اش اش سلام على سلامتكم. الله يسلمك. المكتبه لينا نجوا حنا الاخرين في هذا ليطاب. المهم عندنا هو اننا وصلنا للدمي فينا شي حاجه كثيره بالنسبه لينا، حنا باقي ما عارفين والو على المغرب، باقيين يلا بينا باقيين ديجا اكسبيريونس لا تكون ما عمرنا نساوها. تطفي ايمان ومحسن وبسام ونوفل كتو اكزيكو جوج، جبتوا 6 نقاط 6 نقاط. المراكشيين هما اللي ربحوا اليوم. دينا نهار ديال المسابقه ديما كنت كنزقلو البلاصه الاولى على شي حاجه قليله، يعني في ليكويز خاصنا ديما كنتعادلوا ولا كنخسروا بنقطه. في الطرقان كنخلوا على هذا البيست كندوزو من واحد اخر، ديما حنا قلة الزهر والنحس. شي واحد مكتوب لينا في اوتو ستوب السرعه باش غادي ماشي بصالحكم، ماشي في صالحنا وماشي في صالح المراكشيين هذه السرعه هذه اللي غاديين بها. بقاش دابا هذا الكاميو واقف لينا قدامنا والخط متصل ما نقدروا ندوبلو، حنا غادي نفتي سير الله علاش نزربوا اللي زربت عبد الله. وصلنا راه غنوصلوا وما صافيش، درنا اللي بجهدنا الحمد لله. ما في الطريق حتى للسوقان ماشي ديالنا السوقان مول طاكسي اللي ساق، دونك ما يعني حنا راضيين على هادشي علاش ما يبقاش فيا الحال. لا انا لا نوفل درنا اكثر من جهدنا في هذه المسابقه. كون كنا حنا اللي غنسوقوا الطاكسي مازال نقولوا حنا تعطلنا في السوقان وسبقونا هكا، ولكن مول طاكسي داكشي ديالو. شنو قلنا لك حنا في الاول؟ قلنا لك ما تدوبلش في خط متصل ياك، غير السرعة ماشي مشكل، السرعة ديالك 100 سير بها 100 ديالك. سير ماشي مشكل. لا قلت لك غير سير باش ما بغيتي ماشي مشكل. حنا غير هذوك الجوج اللي سبقونا دابا ما نبغيوش يسبقونا صافي. الصراحة بقى فينا الحشوية، كنا باغيين نكملوا حتى ليطاب الثامنة ونشوفوا واش غادي هذا الكاز نقدروا نلقاه ولا لا، ولكن مكتب لينا نخرجوا في هذا ليطاب ماشي مشكل. مكتب ما نقدرش نتحداو ماشي الله. السلام عليكم. السلام. شريف خويا حنا مشاركين في هذه المسابقة الله يخليك، وبغينا نمشيو خسر الكبير لكن ممكن تخرجنا هي الخرجة. خا يلاه قال لك خرجة بقات لي خصنا طاكسي صغير. نشوفو هاد كيكوب. بسام ما تدويش معايا. صافي. رحلة الحمد لله على كل حال، راه شفنا المغرب تبارك الله، شفنا شمال المغرب كامل عشنا تجارب وشفنا ناس جداد وثقافات جديده، يعني غير هذا راه مكسب، هذا راه كنز. تنظن إنيغما حلت لينا هذا الباب توصلنا لدابا راه ديجا باما، دونك هذا غير البدايه ماشي النهايه. المهم انا بغيت نشكر كاع لي كونديدا اللي كانوا معنا في هذه المسابقه، من لي كونديدا ديال الرباط، الدار البيضاء، مراكش، كلهم كانوا عاملونا يعني بحال خوتهم عائله وحده. وبغيت نقول حاجه للناس اسفي، نقول لهم يسمحوا لينا اننا ما قدرناش نوصلوا للفينال ديال هذه المسابقه، ولكن بغيتهم يعرفوا اننا درنا اكثر ما في جهدنا، وربي كتبت لينا اننا نوصلوا للدومي فينال ونتقساو، يعني غير الزهر. حتى الساعة درنا اللي في جهدنا، ولكن زهر ما كانش معنا،
ماشي مشكل. كنقول لي زوطخ كونديدا بون شونس، واللي فيها الخير اعطاها لنا الله سبحانه وتعالى. غير بشويه حنا الاخرين، حنا الاخرين والله. علاش سبقونا مشاو يديروا لوجو كان اللي نكونوا جامعين حوايجنا وراجعين نضربوا بينا شي دويره على البحر. نربطوا الصوت في اسيا لا لا رجعوا تصبحوا فينا في اسلام. غنتوحشوا بزاف المسفيوين. انتهى الملخص اليومي، نتلاقاو غدا ان شاء الله على قناه ميدي ان تي في في ملخص يومي جديد من برنامجكم برنامج انيغما تحدي.